وللاطلاع على مستجدات الحالات المصابة معنا عبر الهاتف من المنامة الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات الدكتور محمد أمين العوضي. بعد التحية دكتور أمين، هل لك أن تطلعنا على أعداد المصابين الذين وصلوا إلى المستشفى وتصف أو تصنف لنا حالتهم حتى هذه اللحظة؟ مساء الخير، مشكورة على هذا الاتصال. وبغيت أول ببدء أشكر جميع العاملين في مجال الحوادث والكوارث في البحرين، من وزارة الداخلية لوزارة الدفاع للمستشفيات الحكومية الثلاث، على شغلهم المتميز البارحة في التعامل مع هذه الحادثة. وعدد الحوادث اللي وصلت لمجمع سلمانية الطبي كانوا 27 مصاب. نعم. ومنهم يعني الحالات الحرجة 8 حالات جدا حرجة، واثنين من الحالات الحرجة راحت لمستشفى الدفاع قسم الحروق، ومنهم 10 حالات متوسطة و9 حالات كانت جدا بسيطة وتعالجوا في المجمع السلمانية وبعدين راحوا على البيت. في 3 حالات من الوفاة اللي صارت في الموقع. 1 من الحالات الحرجة اللي وصلت السلمانية الله يرحمه توفى الساعة 4 صباحا اليوم. وأما الباقيين الحين اللي موجودين في مجمع سلمانية الطبي، نعم، إنهم حالاتهم مستقرة والحمد لله في تطور. صار في 4 حالات عمليات طارئة للكسور اللي للمصابين بالكسور، واستكملت اليوم الصبح، من البارحة يشتغلون عليهم لليوم الصبح الحمد لله استكملت. إذن يعني ما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة لمتابعة الحالات الحرجة؟ والله الحالات الحرجة لأن هي حالات حروق وكسور، نعم، جميعهم في وحدة العناية القصوى في مجمع سلمانية الطبي وقسم الحروق التابع لمجمع سلمانية الطبي، والمرضى يحصلون العلاج التمريض والطبي في هذه يعني في هذه الوحدات. وهناك أطباء متخصصين في هذا المجال في دائرة الجراحة ودائرة الباطنية ودائرة العناية القصوى يقومون بعناية المرضى هؤلاء المرضى. نعم، إذن الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات الدكتور محمد أمين العوضي، شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات.